عندما يخبئ القدر ما لم يكن بالحسبان، تأتي المصيبة المفاجئة قاسية وموجعة. الثوب الأبيض كان حلم سمر خضر الرفاعي من بلدة القرقف العكارية، كانت تحضر لعرسها أن تزف، أن تحمل على الأكف. في لحظة انقلب كل هذا رأسا على عقب. جلست سمر ولكن ليس بقرب عريسها بل على كرسي النقال. صار معي حادث من 7 سنين 6 سنين، كنت عم جهز لحضر حولي لعرسي، أنا ورجع على البيت شاب عم بشفط، هو عم بشفط، فلتت منه السيارة وفات علي على المحل، ضربني بظهري وكسر لي خرستين. جانا أول العملية من ظبطه وجانا عدناها، هلا البروغي فورتين بظهري بشكل انا طول على برا، يعني مبيني لبرا، ودي عملية تالتة بظهري، تثبيت فقرات بأوتيل جيب بتكلف 16,000 دولار. من ممرضة تعالج الناس إلى مقعدة تحتاج إلى من يعتني بها، تغيرت حياة سمر التي تصفها بالجحيم. أما عائلتها فتقاسي وتعاني معها منذ ذلك التاريخ المشؤوم. أنا ما بشوف المعوق له أي حق بلبنان، لا على صعيد الصحة ولا على صعيد الضمان ولا على صعيد الاجتماعي ولا على صعيد شغل ولا على أي صعيد له شيء. بطلب من الخيرين من الناس أنهم يساعدوني بهالعملية هذه لحتى أعملها، بس لحتى أقدر أرجع أوقف عجري أو أقدر أقعد. أنا حتى أقعد قليل فيني أقعد، عندي وجع كتير قوي بشكل أنه ما بقدر لا نام لا بالليل ولا بالنهار إلا ما أخذ شي مورفين. تساعدها والدتها في الصعود إلى السرير، رفيقها الذي يؤنسها في ظلمة الليل ويغازل دمعها عند الوجع. بتوجع لي قلبي وقت بتبكي كل الليل، بتقلي داخلك يا أمي داخلي، الله يا يموتني يا يشفيني، بتبكي كل الليل وحدها بتاخذ ما بتخليني نيم. وكنت أنا وياها وقت الضربة ما حسيت ودريت إلا شيلها من قدامي وشلعها شي 10 أمتار وهرب روح. كان بدأت تجي قبل بشهرين، والله قبل بشهرين والله جايزة كله ضبط لها يوم محطوط بصالون بدل يخلص البيت وينقلب. وناشدت سمر وزير الصحة وائل أبو فعور لمساعدتها على إجراء العملية التي قد تعيدها إلى الحياة وتعيد لها ما فقدته بهجة الأيام.